ومن اخبار الزمالك نروح لاخبار الدراويش الاسماعيلي. وقرر حمد ابراهيم مدير الفني نادي الاسماعيلي منح اللاعبين راحه من التدريبات النهارده الاثنين قبل بدء الاستعداد لمواجهه سيراميك كليوباترا في الجوله الثانيه من مسابقه دوري نايل مقرر ليها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. ومقرر ان يبدا الاسماعيلي استعداد طبعا لمواجهه سيراميكا بكره ان شاء الله الثلاث بعد ما تعادل مع نظيره منيت النصر بهدف في المباراه الوديه اللي جمعتهم طبعا على استاد الاسماعيليه. سجل هدف الاسماعيلي عبد الله محمد في الدقيقه 38 وشهد اللقاء ده مشاركه مجموعه كبيره يعني من اللاعبين الشباب اللي منحهم الثقه استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبله.